الآن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 11 كياك، الكنيسة بتحتفل بالقديس أنبا بيجيم السايح، والسياحة دي درجة من درجات القداسة العالية قوي، وليها أسرارها اللي أحيانا تبقى فوق إدراكنا. يعني الأباء السواح دول أباء وصلوا لمستوى روحاني ودرجة قداسة تكاد تكون فوق الأرضيات، يعني ممكن ينتقلوا من مكان لمكان بدون أمور مادية وبيتقابلوا على مستوى روحاني. الآباء السواح كمان ليهم أسرارهم في حياتهم اللي احنا منعرفهاش، لكن هي درجة من درجات القداسة العالية اللي ليها عمق روحي وليها وجود على الأرض بركة وقداسة. يعني أحيانا مثلا يلاقوا مثلا كنيسة من الكنائس القديمة أو اللي ليها كده طابع معين، ييجوا مثلا يصلوا قداس يلاقوا فيه مية على المذبح، يقولوا يبقى السواح كانوا بيصلوا هنا. وأنا حد كان قربني كده راجل قديس قديم خالص يعني، فقال لي إنه اعتاد إن الآباء السواح تيجي تاخد منه قربان من غير ما يشوفهم، وهو عارف انهم اباء سواح. هو قربني راجل قديس كان زمان او في كنيسة من الكنائس، فيقول ان هو بيعمل قربان واكتشفها دي بالصدفة، ان في اباء سواح بتيجي تاخد منه القربان عشان يعملوا قداسات. اسرار قد لا ندركها لكنها حقيقة فعلية. اما بيجيم السايح ده احد الاباء السواح، احد القديسين اللي وصل درجة السياح، وهو كان من قرية اسمها فيشة في البحيرة غير بتاعة المنوفية. وهو كان من عيلة فقيرة جدا، وكان بيشتغل في رعي الغنم. وبعدين وهو بيشتغل هو كان إنسان حلو قوي وبيقدم حياة روحية وهو صغير، هو عنده سن 12 سنة. ربنا بعت له ملاك في زي واحد عادي كده، وقعد يتكلموا سوا، فقال له ايه رايك انا رايح الدير ده، الملاك ما كانش ظهر ملاك، ظهر واحد عادي يعني، تيجي معايا؟ فقال له اجي معاك. اخدوا معاه الدير وقعد هناك، وقال له تحب نبقى رهبان؟ قال له لا ابقى راهب. وفجاه اختفى الشخص ده لانه كان ربنا بعته، ربنا كان بعته وهو كان عارف قلبه كويس قوي، بعته له عشان بس يروح يترهبن يعني. وقعد في البريه، قعد عند في بريه أنبا مقار اسقيط مقاريوس، وقعد عند ثلاث رهبان كبار وكان بيخدمهم. بعد 7 سنين لبسوه اسكيم الرهبنة، وقعد معهم 24 سنة يخدمهم، وكانوا بيسموه ابن السلام لأنه كان إنسان حلو. أنبا بيجيمي ما كانش يعرف يقرأ ويكتب، وكان حافظ أبانا الذي بس، كان بيقولها ليل ونهار بس. حد يقول ايه ده يعني الصلوات الأجبية مش مهمة؟ اقول لكم لا لا، مهمة قوي. صلوات الأجبية بتهيئنا للحياة الروحية، اما هو واصل لمستوى الصلاة العالية بالروح وبالذهن بكلمات أبانا الذي في السماوات، ودي درجة عالية خالص. عشان كده بعد فترة ظهرت قداسته، فابتدى بقى ناس كتيرة قوي تجيله لان بقى انسان بانت القداسة بتاعته. ففجأة قال لنفسه كده هو ماذا أفعل لو جاء المسيح الآن ووجدني وسط هذه الجموع التي لا أستحق أن أكون واحد منهم؟ فقال أنا هدخل البرية الجوانية. ولما دخل البرية الجوانية الشياطين عملت له كم حروب، يقولوا ظهر له أسود وظهرت له تعابين، لكنه بقوة الصلاة وبالتمسك بالمسيح قدر أنه يغلبهم. قعد يجاهد 3 سنين في البرية الداخلية، وبعدين
ظهر له ملاك وقال له ربنا بيقول لك ارجع القرية بتاعتك تاني اللي هي فيشة في البحيرة دي، وابني قلاه بره لان في ناس محتاجين وجودك وصلواتك وسطيهم. خاف لإلا يكون ده شيطان، فقعد يصلي لحد ما ظهر له المسيح وقال له أيوة أنا بقول لك اعمل كده. وفعلا راح البلد بتاعته وقعد هناك، وهناك كانوا يجيله ناس كتيرة قوي يقعدوا معاه يرشدهم ويخدمهم. ومن ضمن الحاجات اللي في حياته إن اختطف وداه ربنا برية فران في فلسطين علشان يخدم ناس كان عندهم بدع وهرطقات، رغم انه ما كانش متعلم لكن ربنا كان بيديله الحكمة بتاعة القديسين. وقعد هناك في فلسطين 5 سنين يعلمهم الإيمان المسيحي الحقيقي، وربنا عمل معاه على ايديه معجزات كتيرة قوي وقدر ان هو يثبتهم في الإيمان بقوة الحياة الروحية. وبعدين رجع تاني مرة تانية للبلدة بتاعته اللي هي فيشة في البحيرة. أما شندر اسمه متوحدين شافوا مرة عمود منور واشتاق إن هو يزوره، وفعلا راح له وقعد معاه وزاره. وبعدين في الآخر لما عرف إن هو هينتقل للفردوس مرض بحمى، وشاف ملائكة وقديسين جم وأخدوا حياته. قعد هو 70 سنة حياته على الأرض، 12 سنة في العالم، 57 سنة في العبادة، وقدم حياته كلها لربنا. الآباء السواح هم أحد أمور الحياة الروحية اللي فوق عقلنا، زيها زي الدهش. إيه الدهش ده؟ الدهش دي درجة من درجات الصلاة، الشخص وهو بيصلي يؤخذ بالروح ليعاين أمور سماوية وبعدين يرجع تاني بالإدراك المادي، ما يعرفش هو قعد قد إيه وعاش قد إيه. الأمور الروحية دي ليها أسرارها. حياة الأباء السواح من ضمن أسرار الحياة الروحية، بس لابد أن يكون له 4 سمات مهمة. أولاً أن يكون متجرد، مش عايش للمادة، مش عايش للأرض. علشان يقدر ياخد الدرجة الروحية العالية دي لابد أن هو أصلاً ما يكونش مدي للأمور المادية قيمة، وبالتالي يسلك في الحياة الروحية لدرجة تجرد عالي، عندها المادة تبقى قليلة فيبقى هو عايش روحاني، فياخد عربون الحياة الروحية وهو على الأرض. نمرة 2، إنه يعيش في حياة صلاة دايمة، زي ما شفتوا أنبا بجيمي ده كان يقعد يقول أبانا الذي في السماوات على طول، فبقت روحه مشتعلة بالصلاة وعندها يقدر إنه يعيش في الأمور الروحانية بصورة عالية. نمرة 3، مفيش في قلبه أي شر لأي حد ولا لأي شيء، فنقي نقاوة الشمس وعندها يستطيع أن يكون نور المسيح في داخله بدون ما يكون فيه عائق. فالنور بتاع المسيح بيتخلل في كل حياته، يقدر ياخده يعيشه في الحياة الروحية. نمرة 4، أنه لا يمسك في الأمور الزمنية، مفيش قانون أرضي يقدر أنه يكون له عليه سلطان، وبالتالي بيعيش قانون الحياة الروحية. الحياة الروحية ليها أسرارها، زي مثلا إيليا وأخنوخ لما ربنا بعتهم، ربنا أخذهم من الأرض زي ما قال الكتاب لم يوجد أخنوخ، راح فين؟ أو المركبة الروحية اللي أخذت نقلت إيليا هو لسه بالجسد، إزاي هو لسه بالجسد؟ سر. الآباء السواح بيعيشوا نفس الحكاية دي. أو زي الخبزة الروحية، زي الخبزة اللي قدمها الملاك لإيليا النبي لما كان في البرية وقعد على الخبزة دي 40 يوم. إزاي دي عقلنا ما يدركهاش، لكن الأمور الروحية ليها أسرارها. الآباء السواح هم أحد أسرار الحياة الروحية. حاجة اسمها روحانة المادة. يعني إيه روحانة المادة؟ يعني المادة ما بقتش هي ليها قوانين مادية، فالإنسان بينما هو عايش في المادة في الجسد، ولكن جسده اتروحن، أخد شكل تاني خالص. والربنا يسوع المسيح لما اتجسد ادى المادة قوة، لأن التجسد معناه إيه؟ معناه إن هو دخل في اتحاد مع أجسادنا، ولكن المسيح نلاقيه بيمشي على المية
وبنلاقيه بيعيش بينما هو عايش بالجسد، ولكنه الجسد ملوش سلطان عليه، هو فوق ده كله. المسيح يقول لنا بقى ان الاعمال اللي هو عملها نستطيع ان احنا نعملها واعظم منها، وده اللي خلى ربنا يفعل الكلام ده في القديسين. فالاباء السواح هم اباء استطاعوا ان يعيشوا في امور روحيه حتى ان حياتهم الماديه اصبحت روحيه، اتروحنت. بنفس الصوره مثلا نسمع عن ان القديس فيلبس الرسول احد السبع شمامسه يقول ان الروح خطفه واخده بعد ما كرز الخصي الحبشي وداه اشدود. ازاي طار وازاي سافر كده؟ هو دي احد اسرار الحياه الروحيه. الماده بتخضع للوجود الروحي، وده اللي يخلينا بنؤمن بالاسرار الكنسيه. بنشوف المعموديه ميه لكن ينزل فيها المعمد يتولد من جديد، تقول لي ازاي؟ اقول لك لا، ازاي دي ماده لكن تتروحن الماده، بيحل روح القدس يغير طبيعتها. وبنفس الطريقه الافخارستيه، ازاي خبز وخمر يبقوا جسد ودم؟ روحنت الماده. وده اللي خلانا نؤمن تماما ان الله قادر ان يغير صوره الماده ويخليها واخده شكل روحاني. حياه الاباء السواح كده بنفس الصوره بتاعت العهد القديم، عمود نار ولا سحاب، ولكنها ما هواش نار عاديه ومش سحاب عادي. وزي ما ربنا قال للتلاميذ انكم روحوا وخدوا معاكم زيت اشفوا بيه مرضى، الزيت ده ماده لكن تاخد شكل روحاني. وزي الخمر اللي ربنا غيره في عرس قانا الجليل، ده كان ازاي ميه تبقى خمر؟ عمل ربنا في الماده. الاباء السواح هم احد اسرار هذه الماده. يقول واحد من الفلاسفه الارثوذكس اسمه اوليفييه كلماند، يقول كده هو: الله ليس برهانا خارجيا بل هو دعوه سريه في داخلنا، هو خبره خاصه لكل واحد، وبقدر ما يدخل الإنسان إلى العمق بقدر ما يرى وينكشف له السر الأبدي. الآباء السواح هم ناس زينا، وفقير وغني زي أمبر ويس كان من الآباء السواح، كان رجل فقير أو أمبا بيجيمي، لكن بقدر ما هم اتحدوا بربنا وبقدر ما هم اتجردوا من العالم صارت حياتهم حتى المادية مروحنة سماوية. أنبا أنطونيوس يقول: لا يظن أحد أن بلوغ الكمال بعيد المنال أو غريب عن الطبيعة البشرية، فالله داخل القلب يعطي صلاحا، هو داخل كل فرد منا، لا يتطلب شيء سوى أن نخضع إرادتنا، يعني جوانا نخضع إرادتنا يعمل هو عمله. في أحد الآباء اسمه القديس سمعان اللاهوتي الجديد له قول لطيف خالص، يقول كده: أنا أعرف أن غير المتحرك ينزل إلى أسفل، أنا أعرف أن غير المنظور يظهر لي، أنا أعرف أن ذاك الذي هو بعيد وخارج عن كل الخليقة يأخذني في داخله ويخبئني بين ذراعيه، حينئذ أجد نفسي خارج العالم كله، أنا الهش، أنا الصغير، أنا المائت في هذا العالم، أمسك بخالق العالم، أمسك به داخل نفسي، أنا أعرف أنني سوف لا أموت لأنني موجود داخل الحياة، هو موجود في قلبي، أنا حامل الحياة، هو يتحرك في داخلي مثل الينبوع، سواء هناك أم هنا هو يكشف لي ذاته. لإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد.